رغم انتصاره نهار الاربعاء اللي فاتت مثلا على حمام لانف، فانه الجمهور كان يسب في الهيئه المديره ويسب في رئيس الجمعيه. شنو اللي صاير في النادي الافريقي؟ هل هي ازمه كبيره بالحق؟ اليوم واحد من المسيرين القدامى للنادي الافريقي ضيفنا في لاباس، نستقبله السيد منير البلطي. سي منير مرحبا بك، شنو احوالك؟ تفضل. سي منير، الجمهور يحب يسالك قبل. الحمد لله. بس قلت كيف تفرح بيا وتحط لي كاس احمر واصفر وكحل؟ احمر واصفر عملتها بالعاني، ما فهمتش. اصفر وكحل على خاطر انت تحب السي ابي. احنا السي ابي ديجا منعنا من طيح سنة. صحيح. سي منير مرحبا بك، انت اول رئيس انتقالي في تاريخ الرياضه التونسيه، معناتها انت شديد في النادي الافريقي في فتره انتقاليه والفتره الصعيبه بعد ما السيد شريف بلامين الله يرحمه عمل عمليه جراحيه، وفي الوقت اللي خافت فيه الدنيا شديت النادي الافريقي ووصلته حتى فيفري حتى موعد جلسه الانتخابيه. اليوم قداش تعدى عليها الحكايه؟ 10 شهور. 10 شهور. اليوم هي لموذا رئيس انتقالي طبيب، على خاطر انا طبيب. فهمت، احنا في مرحله انتقاليه وطب اليوم انا في فورما والحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله. جمهور النادي الافريقي محتار على مستقبل فريقه، هذا هو الموضوع باش نحكيو فيه اليوم. ندرتشو هزيمه النادي الافريقي في نهائي الاتحاد الافريقي، برشا قالوا ربا ضاره نافعه، خاطر كان جا الانتصار كان يخبي علينا برشا نقائص. النادي الافريقي الاربعاء اللي فاتت ربح حمام لانف وجمهور يسب ويصيح، جمهور ماهوش راضي. كيفاش تحكم انت توا بصفه عامه على 10 اشهر رئاسه السيد جمال عتروس وضعيه النادي الافريقي؟ كيفاش تحكم عليها بصفه عامه قبل ما ندخلوا في التفاصيل؟ شوف، انا قبل كل شيء مانيش باش نقيم العمل نتاع جمال عتروس، على خاطر نعرف شنو المسؤوليه قد صعيبه في النادي الافريقي وفي على راس الجمعيات الرياضيه، خاطر تري سوفون الرئيس وقت اللي يدخل معاه مجموعه وربما يلقى روحه اكثريه الاوقات وحده. الحمد لله فهمت اللي في المده اللي كنت فيها في النادي ما لقيتش روحي وحدي، كانت عندي مجموعه، والمجموعه هذه حتى لاخر دقيقه خدمنا مع بعضنا وكان معناها في نطاق الاحترام المتبادل. انا نقول اللي معناها بالجمله النتائج الرياضيه سناء مش خايبه، معناها كنا نجموا نعملوا ما خير. كان حلمنا وقت اللي دخلنا، على خاطر احنا وقت اللي عملنا الباساسيون سي جمال عتروس يظهر لي وقتها ديجا اون افي اونتامي الكومبان نتاع الشامبيونز ليغ. انا كنت نتصور بصراحه معناها بالافكتيف اللي كان موجود في النادي الافريقي وافكتيف معناها ما يشك فيه حتى حد، بصراحه كنت نتصور النادي الافريقي مش يوصل للبول نتاع الشامبيونز ليغ. هو بالافكتيف وقتها انت كلامك تقريبا لخسرنا برشا حكايات. باختصار قبل ما نمشيو تفاصيل، علاش النتائج مش خايبه والجمهور منرفز؟ جمهور رابح 2 بلاش حمام لانف اللي نعرفوه بيت نوار نتاع الفرق الكبرى، ويصيح ويسب في الهيئه وفي رئيس الجمعيه، علاش؟ امشي نجاوبك انا. اي. عم ناول يمكن في نفس الوقت النادي الافريقي حرز على بطوله افريقيا الشماليه. بعد مقابله بطوليه على العباه الاولاد في المغرب ضد الوداد البيضاوي انتصرنا 3-2، 2-2 مع المولديه نتاع الجزائر في تونس، 1-1 في الجزائر وروحنا بالواحد. بعد 4 ايام لعبنا في المنزه ضد زرزيس. ملي دخل الجمهور دخل يسب. ملي دخل الجمهور دخل يسب، ربما فهمت ثم حملات. جوستومون ثم حملات تصير. فهمت هو انا تعديت منها الحملات هذيا. هو دونك نعرفها. هو مراد محجوب قال مسؤولي النادي الافريقي في بلاصه ما يتلاهوا يسيروا النادي يتلاهوا يردوا على الحملات اللي موجهت لهم، معناتها المؤامرات. صحيح. خلي نحكي لك شويه انت علاقتك بالهيئه الحاليه سي منير قبل ما ندخلوا للشكشوكه شويه. انت وسيد جمال عتروس في ماتش جرجيس لمحت انه جمال عتروس يقف وراء الاضطرابات هذيك، ومن بعد طاح الكيف على الظل وليتوا معناتها رجعتوا تفهمتوا سندتوا في الحمله الانتخابيه. بعد هو في الدربي اكل اللي خسرتوه بعد 5 سنين النادي الافريقي لمح، اتهمك انت انك وراء الاضطرابات، شوف متسلفه مردوده، ومن بعد يظهر لي عاودتوا رجعتوا تصلحتوا، ما نعرفوش توا وين وصلتوا. هذاك علاش معناتها قالوا اتهامات واتهامات متبادله، معناتها اللي يشد رئيس يتهم اللي كانوا ولا يحبوا يشدوا انهم كمبسوا له. علاش يعني معناتها مسؤولين النادي الافريقي اخر حاجه مشكلتهم هي مصلحه النادي الافريقي هكا؟ لا مو صحيح، لا مو صحيح. ساعة اللي قلته تاريخين صحيح معناتها. انا ما سالتش جمال عتروس في الحمله نتاعو بالنسبه لكونديدا واحد اخر.
قلت عاجبني من الاول ثم ثلاثة كانديدا كل واحد عمل برنامج الانتخابي. برنامج الانتخابي نتاع جمال العطروس كان برنامج انتخابي كبير برشا، فهمت؟ قلت عجبني البرنامج الانتخابي، نستنى التطبيق، فهمت؟ هذايا في كل معناها وقت وقت ترى برنامج انتخابي معناها كان برنامج انتخابي ممتاز. انت تحكي كاينك راضي على تطبيق البرنامج الانتخابي، خاطر فما شكون وصف وقال وعدنا كيما كي اللي وعد باش يعمل خنطره من تونس لايطاليا، معناتها برشا وعود تقريبا. برنامج شوف انا جمال خويا صغير ساعة، يزمك تعرف اللي علاقتي معاه عندها يمكن اكثر من 20 ولا 25 سنه ونعرف جمال. جمال المشكل اللي ربما فهمت ما مارسش التسيير الرياضي من قريب، فهمت؟ جاء عام 99 ما نعرفش كي جاء قال ما نحتاج حد معاه، جاء عام 99 ما نعرفش ربما غلطوه. سيحاسبون ولا توا قاعدين يحاسبون؟ توا النتائج به الوعود اشغال بالنزول مقر الاحباء ما صارتش. شركه تجهيزات عالميه نايك ولا اديداس في الاخر جات يظهر لي ماركه اتنحات ديادورا نتاع حموده بن عمار، وجات ليجيا اللي دفعت سوم اقل. لن نحتاجها لكبارات النادي، توا رجعوا للكبارات. بنيه تحتيه ما صارتش. ملاعبيه النادي الافريقي يضربوا على الفلوس، هذه باش نشوفوها في جمعيه كيما النادي الافريقي حاجه غريبه. خلينا نعطيك البيلونس. انت تهربت بيا برشا، خليني نقف في اربع نقاط. نقف في اربع نقاط. اول حاجه اللي ربما نساها جمال العطروس وما قالوهالوش قبل ما يدخل، اللي البارك نتاع الكلوب افريكان مش ملك الكلوب افريكان، هو حلم، فهمت؟ مش نهار البارك نتاع الكلوب افريكان يولي ملك الكلوب افريكان. هو البارك هذا مالوريزمون ملك البلديه، والكلوب افريكان عندها اون كونسيسيون فيه نتاع 99 سنة. اقل من 99 سنه ربما، فهمني؟ وكل شيء دونك صعيب برشا، معناها مش تبني على خاطر مش تبني، يلزمك معاك بنوك، يلزم معاك ان ستاتيو نتاع الشركه، يلزم نعمل استنتاج، معناتها وعود مغلوطه. ما تنجمش معناها كان جاي البارك ملك الكلوب افريكان من وقتها نجمو نبنيو، وقت اللي واحد يمارس التجربه لاول لا جيستيون كوتيديان نتاع الجمعيه لسنوات، يفهم اللي مستحيل مش يوصل الشيء هذاك، مستحيل من باب المستحيلات، معناها يلزمك تفضل. هو ساعه هي توا كان نجي نحكيو ونغزو في البيدجي نتاع الجمعيات، راهو لي سيكسيون سينيور فوتبول، لا سيكسيون سينيور فوتبول ال بو سوتو سوفير، معناها تنجم، معناها ما ثماش مشكل، فهمت؟ اما بعد كيف تهبط للي جون وكذا يلزمك تسرق من عند السينيور فوتبول، سامحني. دونك الموارد الماليه ويمكن ربما ما خممش عليها سي جمال كيفاش مش تجي، ولا ربما كان عنده وعود مش تجي موارد ماليه وما جاتش الموارد الماليه. اليوم نجم تحط رئيس نتاع الجمعيه، ولكن الرئيس نتاع الجمعيه عنده ان انكادرمون، عنده عباد اللي دايرين به، ربما زاد العباد اللي دايرين به ما كانوش عندهم الخبره الكافيه. ماشي هما ديما يقولوا يحب النادي الافريقي، هو كل رئيس نادي افريقي يحب النادي الافريقي، فماش واحد ما يحبش النادي الافريقي، فهمت؟ هو كواكو توا ثم برشا عباد ما يحبوش النادي الافريقي، يحب يولي رئيس نتاع النادي الافريقي. اي فوالا تحكي على سليم الرياحي. لا ما نعرفوش. اما هو كذب. لا مش نحكي على سليم الرياحي، لا والله لا. شكون سليم شيبوب؟ لا 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 والله لا والله لا، كل مره تقرا. شكون؟ انا سامحني سي منير، يمكن سليم شيبوب كان تمنيته يكون رئيس النادي الافريقي. اي باش 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 نعمل لك اختبار صغير، سامحني، معناتها تحليل هكا نتاع اغاني الفيراج، باش نشوفك انت معناتها مغروم بهم ولا لا، ما يسالش ولا لا؟ ما نتبعهمش برشا، ما يسالش. هما اغاني الفيراج، معناتها هما الفيراج بوتيتر انتم المسؤولين تتذكروا كانك الدبابز اللي هابطه، مي فما اغاني حلوه من الفيراج. لا المسؤولين نقعدوا بعيد على الفيراج ما نسمعهمش مليح. ما نسمعهم به بطوله الي 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 او نعرفها، ما نحب سي بي ونعرفها في الكلوب. بطوله العام هذا في الصباغين، واليوم صدمنا ناويين على علاش ناويين؟ على اعتصام باردو، على الجيره ولا على الفيكتوار؟ ليه احنا هو نورمالمون على الفيكتوريا مع الجيرة، احنا على الجيرة ناويين. صحيح به اعطي سان باردو ما دخلنا فيه. ماني ناسي الافريقي في عيني، هذه الهيت نتاع النادي الافريقي بقدرة ربي وحتى لاخر الدنيا، درابو العاصمة عالي وجامي يتقطع، جامي يطيح ولا جامي يفنى؟ درابو العاصمة يفنى. يعطيك صحة به. انا مش حافظ اللحن برشا، باهي الافريقي واحد 10 ملايين حبيناها ولا 50 زائد واحد حبيناها ولا الثلثين حبيناها؟
انا نتصور اذا كان الافريقي 10 ملايين حبيناه رئيس الدوله ما يكون كان من الافريقي. رئيس الدوله من النادي الافريقي. بارك الله عليك. توا في اختبار حب النادي الافريقي والفيراج فريق، نحكيو توا على الخبره، الفريق هذا معناتها الناس تحكي علاش مغشى؟ قالك مش نتائج، انت ربما راضي على النتائج، ما قالك نحسوا الجمعيه ماشيه وتفرغ. فرط في السلامي لانه تابع منير البلطي، فرط في العواضي حمام المليتي نور حضريه بطريقه معناتها ما ضمنتش حقوق النادي، نور حضريه مترشق في سيابيكم تشوفوا وتقريبا مشى بلاش للنادي البنزرتي. تباع يحيى سويسي، مقابل ذلك تم انتداب الجباري فيكتور الحاج مسعود، هفوات اداريه ما لعبوش، والرقاعي وجبالي وسفيان الدريدي وغيره. معناتها لهنا ديما في قله الخبره. ام هل ترى انه الجستيون هذه معناتها عمرها ما صارت طريقه هكا في النادي الافريقي؟ اليوم نحب فرغت نادي اليوم الفريقي. نحب نقيم عمل هو كان جيت في بقعه جمال العطروس، بقى هو عنده معناها حقائق اللي انا معناها ننكرها. انا اليوم موجود في لجنه الدعم، نعاون جمال العطروس، نعاون مهما رئيس مش يجي النادي الافريقي ومهما مسؤول يسير في النادي الافريقي لازمنا نكونوا نعاونوه ونكونوا يد واحده، وهذاك معناها شيء معروف في شخصي انا. على كل، ولكن كنت جيت موجود اليوم في النادي الافريقي، انا عمري ما كنت نسيب الملاعبيه قبل ما نهز تيتر. انا تربيت رياضيا، علمني برشا شريف باللامين الله يرحمه. علمني برشا، وربما يمكن سي بلامين كل ما يدخل النادي الافريقي وفي كل مده دخل النادي الافريقي يجيب الملاعبيه، يكبر الكابيتال هيومان، يمكن ساعه ساعه الملاعبيه تفقر ما فيهاش فلوس، تصير ازمه ماليه. ولكن نحب نفكر سي بلامين كي خرج عام 2005 خلى بيعه درامان تراوري، عاش بها كمال يدير عامين، هزينا بها بطول فلوس وقت تقريبا 2 مليار دولار. الارقام يبان عاجز، اما الكابيتال نتاع الملاعبيه ولا صحيح. كيف جا شريف بلامين المره الاخرانيه؟ لهنا تحس كابيتال بدا يفرغ نتاع النادي الافريقي؟ بصراحه فرغ. فرغ؟ بصراحه فرغ، معناها سي معناها زايد، على خاطر شوف جمال كان عنده المليتي والعواضي ينجم يعاود لهم. ستة اشهر قعد معاهم سي جمال، فهمت، كان ينجم يعاود لهم الكونترات. مشاو المليتي والعواضي، مشى السويسي، مشى وسام يحيى. قال جمال قال نحب نشبب، نحب التشبيب. وسام السلامي عمره ما مشى على خاطر تابع منير البلطي، وسام السلامي تابع النادي الافريقي. لا انت تحكي رسميات ولا صراحه؟ لا سيارية. لا رسميات وصراحه. لو صراحتك كل قناصه مشى خاطر متسمي عليك. لا والله لا، باش نحكي لك والله لا، هو جاء ليميسيون تاعكم. سامحني، هو جاء ليميسيون تاعكم اسامه ولمح قال لي اني متسمي على مشاور سيدي. يمكن سي منير باش نصرفتوا احنا شنو اللي يتقال على السيد منير البلطي. حكايه الدربي وقتها اتخذ قرار طرد اسامه السلامي ولا ابعاده، معناتها سامحنا في الكلمه قويه شويه، لانه قالوا كان من شله الملاعبيه اللي خسروا النادي الافريقي بطلب من منير البلطي. منير البلطي قالوا سافر لمصر باش يعطي فلوس الحكم باش يخسر الافريقي في الزمالك. منير البلطي اعطاه فلوس لمروان بالحاج باش يضيع ضربات جزاء ضد النجم في سوسه. هونت. واكبر تهمه لمنير البلطي انه جابوا تورغو، معناتها هذم تقريبا التهم الموجهه ليك. انا نبدا لك بتورغو. انا تعركت انا وكمال يدير على خاطر تورغو. عليه؟ خاطر ما كانش في بالي بيه وقت اللي كمال هو رئيس وانا نائب رئيس، فهمت. ونحيي كمال يدير على خاطر بالنسبه لي انا العشر سنين الاخرانيين يمكن الماندا نتاع كمال يدير كان ممتاز وممتاز جدا، فهمت، معناها بصراحه. وكنا على زوز ملاعبيه، فهمت، كمال بعثني في ثنيه وجابوا تورغو، دونك تورغو ما جبتوش. اي اما انت وقتها تحكي في موزايك سمعتك فرحان بالانتداب هذا، معناتها شكرته وقتها. مش نحكيش على تورغول، يظل غلط. لا دخلت الجوجل كتبت تورغو خرج لك واحد من المانيا. لا يظل انت غلط. انا نحب نحكي برشا على تورغو. في بالكم تورغو كيف سايبناه ميوربيتور في الافريك دو سود؟ تورغو سي ان انجلوفون كي سي با ادابتي في الرجبي ولا لا؟ لا لا لا، يلعب مع ايكيب كبيره، يلعب مع الكايزر شيف، فهمت. وداير ادخل في انترنت وتطرا تورغو معناها اليوم رجع ملاعبي ممتاز. والحكايه الاخرى؟ الحكايه الاخرى، الحكايه مش نخسر النادي الافريقي، مش نجي لمروان بالحق، مش يا اخي انا ولد الهوند، ولادي كبرتهم، ما تنجمش تجي انت لولدك ولا لعائلتك ولا تغدر عائلتك، انا مستحيل معناها هذه حاجه. وثم حاجه اخرى اللي ربما ما تعرفش، اللي الامتيازات الماليه اللي كانت ماخذتها فرع كره اليد عمنيه كلهم انا نعطي فيهم.
يظل حتى سنة. حتى سنة زاد. على خاطر أنا كرة اليد هذيك هي بديت منها، بديت بها عام 96 تونس لعبت نهائي كأس أفريقيا أون أفريك دو سود، وقتها فهمني كل شيء. كان لي الشرف من السبعة ملاعبية 96 98 إذا لي 98 اللي سبعة ملاعبية اللي هبطوا على التيران، سبعة من النادي الإفريقي كانت تحب نسميهم لك تو الدوخ. فهمت؟ سبعة من النادي الإفريقي لعبوا تيتولير عام فينال. دونك الهوند معناها ديما وفيها جو وفيها رجوليتها. حلو قوس صغير في الهوند. تفضل. يحكيوا محبي النادي الإفريقي إنه رئيس فرع كرة اليد في النادي الإفريقي مكشخ على الآخر قندورة. لا مش صحيح. مش صحيح. مش صحيح. أنا حسين قندورة أنا انتدبت. أنا قاعد نحكي روح اللي قاعد نحكي أنا في وقت ما حسين. أنا في وقت ما جبت حسين قندورة من الترجي الرياضي. وحسين حسين قندورة ومعز البحري جاوا زوز من الترجي الرياضي، ونحب نفكر برشا جماهير النادي الإفريقي اللي حسين قندورة كلوبيست. كلوبيست كلوبيست. لعب في الترجي، لعب على خاطر لعب في الترجي وعاود رجع للترجي. عنده خوه يحب وعاود رجع. لا لا ما عندوش خوه حسين، فهمت؟ وعاود رجع للترجي فهمني وكل شيء. تبقى اللي ربما ما يصيرش ونقولها ما يصيرش، فهمت؟ علاش تغيير رؤساء الفروع؟ سورتو وقت اللي يبدا رئيس فرع ناجح. فهمت؟ على خاطر عم ناوي الفرع نتاع كرة اليد ما نساوش هز كوب دو تونيزي في ظروف صعيبة، فهمني؟ وهز كوب دو تونيزي هذيك هي المشكل. المشكل اللي اللي لازمنا نفهمه اليوم في في الرياضه ككل، انتداب ملاعبي سهل، انتداب مسؤول صعيب برشا. اليوم عندنا فقر في المسؤولين. الحكايه في النادي الافريقي حسب ما يحكيوا معنا تونتوراج انه ماهيش ازمه نتائج، معناتها جات ازمه نتائج ولا خسروا فينال ديجا الكلوب كي وصل فينال سما حاجه باهيه، معناتها الفينال الاول تخسروا عام الجاي تنجم تخلط. اما مثلا نهار 9 ديسمبر نائب الرئيس سي صالح المناعي يبعث جواب يطلب بمحاسبه الهيئه ويقول راني مانيش مسؤول على التصرف اللي قاعد يصير في النادي الافريقي. هل تحسوا فما صراعات؟ جمهور النادي الافريقي يحس فما دخان طالع مش فاهم دخان منين. شيء على الدنيا ومش عارفها منين. انا في الموضوع هذا بالذات عندي منقول. ايش نحب نقول؟ نحب نقول اللي وقت اللي يدخل رئيس نتاع جمعيه اكبر غلطه اليوم مش ما يصيرش ان سكروتان دو ليست. الرئيس من المفروض ينتخب النائب، يدخل بالنائب الرئيس نتاعو بالكوليسيه نتاعو. كل يستيم تاعو نائب رئيس نتاعو كاتب عام امين مال على كل الاكزيكوتيف نتاع الرئيس يكونوا قائمه داخلين مع بعضهم متفاهمين. على خاطر اذا كان يدخلوا زوز من الناس اللي ما بيناتهم ان كونفلي دو جينيراسيون توا ما بين سي صالح فهمني احنا عيطوا له بابا صالح ونحييه بالمناسبه فهمني وكل شيء، وجمال فما ان كونفلي دو جينيراسيون، جمال اصغر من صالح واتسيتيرا فهمت، وربما ما ينجموش دونك كيف يدخلوا معناها زوز من الناس وما همش معناها في نفس التمشي فهمني سي توتا في نورمال اللي في وسط الثنائي الكهرباء تطيحهم بان. واضح طايحهم بان. هل تصليحها ساهل ولا؟ بصراحه وقت اللي تولي كيما تقول لي انت عاد المنفذ وليت ريكوموندي ومحاسبات شنو اللي تقول معناها نتاسف ان الشيء هذا ما يلزموش يصير. ما يلزموش يصير. جمهور على خاطر على خاطر نقول حاجه، في برشا جمعيات تصير ازمات فهمت وتتسكر لداخل وعمرها ما تخرج لبرا. احنا عندنا لحمتنا بنينا برشا في النادي الافريقي. اي زاد انتم تخرجوها معناتها مسؤولين ربما مسؤولين ربما ربما عندك بعضكم به ربما. جمهور النادي الافريقي منرفز معناتها يقول لك ديما تخوض ونسمعوا كبارات النادي وغيره يقولوا هل الاربع كبارات ولا الخمسه كي نجيو نشوفوا واش يدفعوا في الاخر نلقاو جمهور الكلوب يدخل اكثر منهم في العام المليار مليار ونص معناتها قبل الثوره. دونك ومن بعد يقعدوا يتحكموا حط هذا نحي هذا كذا ينجموا يضروا الكلوب في مصالحهم اكثر منها ينفعهم. يا ولدي قالك ما عادش حاجتنا بكبارات خليونا هكا الجمهور يدخل. معناتها تسمعوا في الكلام هذا ولا لا يا سيموني؟ انا نسمع في الكلام هذا اما نحب نعطي تجربتي الخاصه. انا لمده سبعه اشهر فهمت اللي كنت متواجد فيهم على رئاسه النادي كنت نتحاور مع كل الكبارات ولعمرو جو دي بيان لا حمادي بوسبيع لا غيره اعطاني تعليمات بالحق معناها معناها وما نتصورش كان يلبس امبليكي سي حمادي ولا غيره في الاشياء هذيا. تبقى اللي يحكيو فيه انت 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 جيت بعد الثوره معناتها سي منير. انا قبل الثوره. لا معناتها قبل الثوره بشهر شهرين. لا انا بديت اتنقل لك نحكي لك كرئيس وقتي
كرئيس وقتي من سبتمبر من اللي سيشريف تخلى على الواحد. في سبتمبر معناتها الدنيا سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 25 بالعكس انا بعد الثوره قعدت شيء. علاش رجال الاعمال يجري ويحبوا يشدوا حسب رايك رئاسه الجمعيات باش نقويوا فريتهم الاسئله؟ واحد من اجل مصلحه العليا للفريق، اثنين باش يصور فلوس تحت الطاوله، ولا ثلاثه باش كان عنده دوسي ولا تحقيق يطفيوا عليه الضوء؟ لا هذوما ثلاثه مش صحاح، انا نزيدك الرابع لكسب الشهره. لكسب الشهر رئيس جمعيه، فهمت؟ رئيس جمعيه النادي الافريقي. يا ذولي توا كان نجيو نغزلوا للبيبليك ونجدوهم شكونهم الوزراء تسموا اليوم ولا تسموا البارح ولا فهمني كل شيء، ما همش باش يجاوبوا. هو نائب رئيس هذا مشهور به سي مونير. باش نختموا بتفاؤل، مستقبل النادي الافريقي باهي سي مونير، وانت باش نعطيك الاسباب وانت قول لي صحيح ولا لا. الافريقي ينتظروا مستقبل زاهر، واحد لانه سمير ديلو يحب النادي الافريقي ممكن، اثنين لانه منير البلطي مختص في النظارات الطبيه ورئيس دوله معناتها ينجم يهتم بالحكايه هذه. لا غلط، منير البلطي طبيب. طبيب اي معناتها اختصاصي طب النساء. ما نقصدش على اختصاصك الطبيب. النادي الافريقي ينتظر مستقبل زاهر لانه سليم شيبوب مش ممكن يرجع لتونس. صحيح بالحق والله صحيح، مفحى برشا ما ضرش ريزلتا تعبها برشا. الافريقي ينتظر مستقبل زاهر لانه نسمة مش باش تعدي مباريات الافريقي. كل ما تعديهم يخسر. تعديونا انتم المباريات بلكش نربحوا على كنيتنا ما تسمحش احنا نعديو لكوليس، معناتها التنبير بالعربي. عبد الحق بن شيخه تقريبا هو باش يكون ممرر جديد نتاع النادي الافريقي، انت كانت لك معاه تجربه وقت كنت نائب رئيس. عبد الحق بن شيخه ينجم معناتها يكون حل وقتي للنتائج؟ معناتها هل تراه حل؟ معناتها انت التجربه نتاعك وقتها ضيع البطوله في اخر لحظه. عبد الحق بن شيخه كيما جاب بطوله بعد 12 سنه للكلوب، كيما ضيع بطوله، كيما اختصاصه انه يضيع الكؤوس، برشا يقولوا مش هذا الحل نستناو فيه، وبرشا يقولوا لا بالقليب وبالطريقة لعبه باش يمنع الجمعيه. انت كيفاش ترى؟ عبد الحق بن شيخه عنده يمتاز بشيء، ممرن ومسؤول. معناها اليوم عبد الحق بن شيخه ربما مش يعاون المسؤولين بصفه كبيره برشا. عنده عبد الحق بن شيخه كاريزماتيه، عنده كيفاش يلم الملاعبيه، فهمت؟ ولكن معناها الظروف اللي ضيع بها البطوله تعرفوها، معناها امه توفات، ومعناها مش وابريتو مش ديما نقول ممرن مش هو اللي ضيع البطوله، الملاعبيه ضيع البطوله. عبد الحق بن شيخه انا بالنسبه لي انا ينجم يكون احسن حل للنادي الافريقي حاليا في الوقت الحالي. واضح. سيد منير البلطي نورتنا الليله، حكينا على النادي الافريقي، ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي، ان شاء الله الكبارات ترجعوا تتلموا مره اخرى مع بعضكم. شكرا ليك، نورتنا الليله في لاباس. تصفيق على سيد منير البلطي. شكرا ليك. عايشك سي منير، ميرسي. كوره ومسرح وسي